بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، على بركة الله دائما وأبدا نستعين من أرضية هذا الميدان، ميدان العرفة، لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نجدد بكم الترحيب مع انطلاقة الشوط العاشر لفئة القعدان. الحقائق من مسافة 4 كيلومترات هي المسافة المعتادة والمقررة من قبل اللجنة المنظمة. ننتقل مباشرة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، وأول من يفتتح النداء في هذه اللحظات يصل مشاغب بشعاره ديان بن بادي العتيبي، والمركز الثاني أتابع القدوم في هذه اللحظات والوصول من المركز الثاني يصل على المركز الثاني في هذه اللحظات يصلنا شعار مسفر بن عدوة القحطاني من يصل على المركز الثاني وثالث المراكز وثالث التحديات. وتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات يصل على المركز الثالث شعار فيصل بن كنعان المري على المركز الثالث والمركز الرابع. أتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من الشعارات والأسماء الغنية عن التعريف. أتابع القدوم في هذه اللحظات يصل على المركز الرابع ويتقدم، يصلنا في هذه اللحظات يصل على المركز الرابع يصلنا شعار بجاش بن جابر الهاجري مع هملول والمركز الخامس، واختم به النداء عبد الله بن سالم المري مع فخر. ولكن الى الصدارة نعود، الى المقدمة نعود، الى المركز الاول. يا سلام، الله الله الله، بقيادة بن عدوة مسفر بن عدوة القحطاني على المركز الاول وعلى صدارة الشوط. المركز الثاني اتابع الوصول من امشاء غب وهديان بن فادي العتيبي من يصل على المركز الثاني والمركز الثالث. أتابع القدوم مشعار عبد الله بن سالم المري مع فخر. ولكن الى الصدارة نعود، الى بن عدوة مسفر بن عدوة القحطاني على صدارة الشوط وعلى المركز الاول يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار الكبير والغني عن التعريف في هذا الشوط. الله يا بن عدوة يقدم لنا شاهين في هذه اللحظات. المركز الثاني اتابع القدوم والوصول من مشاغب، مشاغب يا مشاغب، اهديان بن بادي العتيبي على المركز الثاني، احد ابناء الميدان واحد الاسماء القوية والغنية عن التعريف واحد الاسماء الساطعة في سماء العرفة. المركز الثالث اتابع القدوم، اتابع الوصول، اتابع شعارك، اتابع شعارك يا عبد الله يا بن سالم يا المري مع فخر. ولكن ننتقل إلى مقدمة الشوط، ولكن القادم في هذه اللحظات شعار فهد بن سعيد بن راشد المري مع مخوف والمركز الرابع والمركز الرابع. أتابع القدوم من شعار فيصل بن كنعان المري مع صيفيان خامس المراكز، واختم به النداء بجاش بن جابر الهاجري مع هملول. ولكن نعود الى مقدمة الشوط، الى بن عدوة. يا سلام يا بن عدوة، مسفر بن عدوة القحطاني، يا سلام، صامد صامد الى هذه اللحظة على المركز الاول وعلى صدارة الشوط. وابناء نجد الأذية ينطلقون في هذه اللحظة على الصدارة وعلى المقدمة. ولكن القادم، القادم في هذه اللحظات مخوف، مخوف قادم بشعار فهد بن سعيد بن راشد المري والمركز الثالث مشاغب. ولكن نعود إلى بن عدوة. يا سلام يا سلام على هذا الشعار، شعار مسفر بن عدوة القحطاني الصامد إلى هذه اللحظة رغم الخطورة، رغم الخطورة صامد
المركز الثاني وتابع الوصول من مخوف مخوف يا مخوف. فهد بن سعيد بن راشد المري من يقدم لنا مخوف، يقدم لنا شعاره على المركز الثاني، ولكن بن عدوى صامد بن عدوى صامد. الله الله الله، اهالي نجد يطالبونك يا اخويا مسفر يا بن عدوى يا القحطاني، يطالبونك بالسلام. مخوف غير غير مخوف، انتقل الى الصداره. الله يا مخوف. فهد بن سعيد بن راشد المري، الله 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 يا مخوف. فهد بن سعيد بن راشد المري على الصداره على مقدمه الشوط، ولكن الواصل في هذه اللحظات وتابع القدوم وتابع الانطلاق. يصل شعار بن حويل على المركز الثالث. الله يا بن حويل على المركز الثالث، غير على الثاني وعين على الصدارة. الله الله الله، حمد بن عبد الله بن علي المري مع الخليجي. الله من الثالث للثاني دايركت على الأول. يا سلامي الخليجي، الخليجي ولا مخوف. الله يا مخوف. الخليجي غير حمد بن عبد الله بن علي المري. الله الله الله، مخوف على ثاني المراكز، ولكن الخليجي تهانينا والناموس لحمد بن عبد الله بن علي بن حويل المري على حصوله بالمركز الأول. المركز الثاني مخوف فهد بن سعيد بن راشد المري، المركز الثالث مسفر بن عدوى القحطاني، والمركز الرابع والخامس عند لجنة الخط والتحكيم تهانينا والناموس لحمد بن عبد الله المري على حصول الخليجي بالمركز الأول. والتوقيت الزمني 6:21، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.